متواصلين مشاهدينا الأعزاء مع انطلاقات هذا المساء في هذا السباق المحلي الخامس، حيث انطلق في هذه اللحظات هذا الشوط الأول الرئيسي للزمول. يا مرحبا بالزمول وبانطلاقاتها، يا مرحبا بسن الكبار ومنافساتها. هذا الشوط الأول الرئيسي للزمول. بنوك الإنتاج كما نردد دائما وفحول المستقبل. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، شهدنا قبل قليل انطلاقة زعفرانة عندما اختطفت الشوط الأول الرئيسي للحيل بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس لجنة الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد ولجماهير لجنة الشحانية. أيها الأعزاء، نتجه مباشرة لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. ياهو شوط، هذا الشوط شوط الزمول المقدمة مباشرة، ومن يحتل المركز الأول مبعد. يا مرحبا يا مبعد من هجن الشحانية، يضمر السلطان بن محمد الوهيبي مضمر زعفرانة من فازت قبل قليل. هذا هو مبعد على الكادر الفوقاني، ينطلق أمام كل هذه الزمول الحاضرة والمتواجدة في هذا المساء. بينما المركز الثاني، الله، مغادر يصل، مغادر يصل، مغادر من هجن الشحانية يضمر محمد بن خالد العطية. دور المركز الثالث، ومن يتقدم على المركز الثالث مناور من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل نقلة ممتازة إلى المركز الرابع، عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني يضمر عبد الرحمن الكبيسي. ننتقل إلى المركز الخامس، يصل ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر فهد بن حصين النعيمي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في مساء هذا اليوم. عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. مغادر يتسلل، مغادر يتسلل، مغادر ليخطف المركز الأول من هجن الشحانية. يقوده في التضمير محمد بن خالد العطية، الكينج والحوت والمشاغب والعالمي، أربعة ألقاب وأوسمة لهذا، ويستاهل أكثر. هذا المضمر المحبوب يستاهل أكثر، حبيب الجماهير هذا المضمر. عموما المركز الثاني مبعد يتقدم على المركز الثاني من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث مناور من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي، أيضا يدفع به اسمين على المقدمة الوهيبي. المركز الرابع، التواجد عليه من قبل عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني مضمر عبد الرحمن الكبيسي. المركز الخامس، يصل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم بقيادة أحد أخطر المضمرين والمعهم فهد بن حصين النعيمي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. عودتنا إلى مغادر، هل يغادر يا أبو خالد مغادر؟ هذا ما تتمناه طبعا، أن يغادر هذه الزمول ويحظى بالشوط الرئيسي ونقطته الهامة. نقطة الشوط الرئيسي نقطة مهمة لكل من سيفوز بها. عموما مبعد عاد مرة أخرى، مبعد عاد مرة أخرى ليختطف موقعه الصحيح. مبعد، الله، كر وفر، وفر وكر في هذا الشوط ما بين هذه الزمول الهادرة، هذه الزمول الحاضرة، هذه الزمول المتواجدة على الصدارة، على الأشواط الرئيسية. هجن الشحانية، تبادل المراكز، تبادل ما بين مغادر وما بين مبعد. عاد مغادر مرة أخرى، عاد مغادر من يتلف يوزع النظرات عن يمينه وعن يساره. الله، يوم سمع باسمه قام يتلفت، سلم تسليمة مصلي وطار. يا السلام، هذا هو على المركز الأول مغادر، هذا هو على المركز الأول، رصيده مليء مليء بالحافل بالإنجازات. أول 3 كيلومترات تنقضي، شاهدنا من خلالها 3 كيلومترات الأولى منافسة صعبة على اختطاف الصدارة والناموس. مبعد على المركز الثاني،
من أجل الشحانية العملاق الوهيبي قائد الجزر يتابعه في التضمير. هدن الشحانية تعود ملكية هذين البعيرين. المركز الثالث يصل مناور ومناورة حربية أصيلة هنا على أرضية الميدان. يناور مناور من هجن الشحانية. يضمر السلطان بن محمد الوهيبي التقدم. الله يا عرقان، اسم تراثي قديم أصيل، عرقان 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 لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. يضمر عبد الرحمن الكبيسي. يلا يا عبد الرحمن شد حزامك شوي، ركز شوي يا عبد الرحمن. المركز الخامس ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مضمر فهد بن حصين النعيمي. هذه نتيجتنا وهذه المراكز والخماسية الأولى. الله، هناك خلف دائرة النداء أسماء انتظروها قادمة قادمة في هذا الشوط الرئيسي. انتظروها انتظروها في الكيلومترات القليلة المتبقية. عودتنا إلى التغيير. مبعد يا مبعد يا مبعد، مبعد يا مبعد، هل سيبتعد مبعد؟ هذا مبعد العام الماضي في رصيد السيارات وحاصل على أشواط رئيسية. مبعد ما تشاهدون يحمل الرقم واحد من أجل الشحانية. المضمر سلطان بمحمد الوهيبي. المركز الثاني مغادر على المركز الثاني من هجن الشحانية. مضمر محمد بن خالد العطية. والتسلل من عرقان ومناور وعرقان ومناور ومناور وعرقان على خط واحد على المركز الثالث والرابع. هذين البعيرين يتقدم يتقدم عرقان شيئا قليلا في هذه اللحظات لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني. عبد الرحمن الكبيسي في تضميره. المركز الخامس ومن يتقدم على المركز الخامس ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مضمر فهد بن حصين النعيمي. شوط رئيسية مضمرين، أقوى أشواط الزمول في هذا المساء. شاهدنا أشواط الحيل اللي ما فيها حيلة، فازت بأشواط الحيل زعفران الليلة. سجلوها ودونوها الأخوة في تلفزيون الريان هناك في الإعداد. وست أيضا تتصدر طليعة الفائزين في هذا المساء. نبحث عن أشهر الزمول في هذه الليلة، أقواها في هذا المساء. من سيرافق زعفرانة في اختطافه للشوط الرئيسي؟ عموما عرقان يتقدم عرقان في هذه اللحظات ويختطف المركز الأول لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. مضمر عبد الرحمن الكبيسي. المركز الثاني مناور من هجن الشحانية. مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث، الله يا سلام، شوف المركز الثالث ظبيان. ظبيان تلاحقه ظبيان يا متلنه اللي بناته قاطعات الهنة. الله، عقب التعب طربات والهنبنة. هذا هو ظبيان، هذا هو ظبيان على المركز الثالث. ولكن مبعد 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 على المركز الأول، ما زال ما زال على المركز الأول. المركز الثاني مناور، المركز الثالث ظبيان، عرقان على المركز الرابع، ومغادر على المركز الخامس. وهذه تشكيلة ما زالت تتغير هنا وهناك، ولكن خلف دائرة النداء الفارس يصل. الفارس يكشر بأنيابه في المركز السادس وعليه ترشيح الفارس. هذا هو قادم، هذا هو قادم الفارس من أجل الشحانية. مضمر جابر بن سالم بن فران، انتظروا الفارس في هذا الشوط، عليه ترشيح مبطن. عموما عودتنا إلى التغيير من مناور وعليه ترشيح آخر مناور، رشحوه بعض الأخوان هنا في عربة التعليق. هذا هو مناور اللي على المركز الأول من أجل الشحانية. المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ظبيان خطير، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يرقص ما بين شعارات هجن الشحانية في هذا الشوط الرئيسي. يرقص يتابع مضمر كفء ومضمر الند وفهد بن حصين النعيمي. نار على علم في هذا المجال. الله، الشوط الشوط اختلط الحابل بالنابل. هناك أرى أيضا زمول قادمة خلف دائرة النداء تبغي الانضمام. انتظروا متابعين الأعزاء المركز الأول، انتظروا المنافسة الحامية بعد
قليل. كيلو وين؟ كيلو وين عن خط النهاية يا مضمرين؟ مبعد مبعد وهجن الشحانية، مبعد ومناور والوهيبي، والوهيبي يقود المركزين كعادته دائما، يتابع مبعد ويتابع مناور. سلطان بمحمد الوهيبي، يلا يا الوهيبي، يلا يلا يا الوهيبي. قدمت زعفرانة في هذا الشوط، وقدمت في ليلة البارحة ثلاثية على شوط الثنايا البكار، وتحرك العملاق الوهيبي، تحرك في هذا السباق المحلي الخامس، تحرك قائد خود وقائد الجزيرة وقائد ارتياد. يا سلام مبعد ومناور، ومناور ومبعد، هل من مبارز لهجن الشحانية؟ فهي حاضرة الزمول، فهي حاضرة. الكيلو ونصف الكيلو، بانت المنصة الرئيسية واتضحت للعيان، اتضحت للعيان. مبعد 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 ومناور، مبعد ومناور، عاد مغادر مرة أخرى معركة الزمول، وتحرك الفارس. يا سلام يا الفارس، يا سلام يا الفارس، يا سلام على المركز الرابع من أجل الشحانية، جابر بن سالم بن فاران. شوط رئيسية مضمرين، معركة المضمرين. المركز الخامس، أول نداء لصنديد، أول نداء لصنديد العنيد، يصل صنديد مع الكينج مع الحوت على المركز الخامس. صنديد من أجل الشحانية، عودتنا إلى مبعد، مبعد ومناور والفارس، وصنديد ينضم إلى المعركة في هذا الشوط. يا سلام، الكيلو متر الأخير، انطلقت الزمول، انطلقت الزمول. شوطنا الرئيسي إلى أين يتجه؟ مناور مناور ومبعد وصنديد، يصل الحوت، يصل الحوت مع صنديد، يصل المشاغب. يا سلام، مبعد مبعد والوهيبي، مبعد والوهيبي. الشوط الرئيسي، خيرة الزمول، فحول المستقبل، بروك الانتاج. تحرك العملاق الوهيبي، تحرك مبعد، انطلق مبعد. يا سلام، رقموه بالرقم واحد، وانطلق قام راس وينهي الشوط راس. جره يا الوهيبي، جره جره يا راعي الجزيرة، جره. يا سلام. اذا مبعد مشاهدينا الاعزاء كما فعلت زعفرانة يختطف الشوط الرئيسي. لله درك يا الوهيبي، لله درك يا الوهيبي على هذه المواصيل. انطلق مناور، انطلق مناور ايضا، مبعد ومناور من هجن الشحانية بقيادة العملاق الوهيبي، بقيادة العملاق الوهيبي، سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، المركزين الاول والثاني والثالث والرابع من هجن الشحانية، ولكن الاثنين الاولين بقيادة الوهيبي، العملاق الوهيبي. الله يا مبعد، الله يا مبعد. وانطلق مناور، وتحرك مناور، ولكن مبعد، مبعد ومناور، مبعد ومناور، مناور ومبعد. اللحظات الأخيرة، الشوط الرئيسي مع هجن الشحانية، مع الوهيبي، مع مناور، مع مناور. ترشيح سعد بن متلع يختطف المركز الأول، تهانينا وناموس المركز الثاني. يصل في مبعد أيضا من أجل الشحانية، ومناور ومبعد بقيادة العملاق الوهيبي، قائد الجزر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث، صنديد من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، الفارس من أجل الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، مغادر من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى، أذعناها كاملة مكملة على مسامعكم. إذن مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، هذا هو ملخص شوطنا الرئيسي في هذا اليوم. ومناور يختطف المركز الأول في الوقت القاتل من عمري هذا الشوط، شوطنا الأول الرئيسي. هذا هو مناور، مناور خذ المركز الأول بارد مبرد، يعني مبعد ما قصر، قاد الشوط قيادة حتى الأمتار القليلة الأخيرة. مناور شوفوا يختطف المركز الأول، 13 دقيقة 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشعار اللي دعم العملاق، للشعار العنابي ولجماهيره. المركز الثاني مبعد، قطع المسافة في 10 دقائق،
أو 13 دقيقة 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز مناور ومبعد لهجن شحانية، والتهاني مقرونة بالناموس للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل فيه صنديد، قطع المسافة في 13 دقيقة 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتالي موصول للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا يا